الرئيس، الزملاء الكرام، منذ 8 عقود ونيف من القرن الماضي وهذا العقد الجديد من القرن الحاضر، بعد منه الزميل ميشيل موسى، جرت آخر كلمة على ما في وعينا السياسي وفي جميع الديمقراطيات قراءات قوانين الموازنة من خلال الرقم لا من خلال الإنسان، وجرت كذلك صياغة هذه القوانين أيضاً تبعاً للرقم لا الإنسان. ولقد اتخذ المشترع ورجل الدولة على السواء صفة المحتسب ورجل الأعمال ولم يتخذا صفة الأبوة، فالشكل المؤسسي طغى على الدولة حتى صار الوطن شركة مساهمة والمواطن عضواً في هذه الشركة. وبدل أن نشخصن المؤسسة ونحولها بفعل القيم الوطنية والأخلاقية والتراثية. عفواً شوي. انتبهوا، الساعة 6 العودة، ولكن في تصويت اليوم. في تصويت اليوم البدء بالموازنة أو البدء بالقانون، خاصة يتعلق بموضوع. نعم. الساعة 6 في رجوع والحضور إلزامي. الحضور إلزامي من جميع السادة النواب. شرف. وبدل أن نشخصن المؤسسة ونحولها بفعل القيم الوطنية والأخلاقية والتراثية، بل بفعل القيم السماوية الرحمانية، إلى إنسان كبير على ما يريد بولس الرسول في رسائله من أن الرئيس يكون بمثابة الرأس وجماعة المواطنين يكونون هم الأعضاء في الجسم الواحد، يعملون كلهم في هذا التناغم الصامت الذي يسميه الدكتور أليكسي كاريل في كتابه الرائع الإنسان ذلك المجهول باسم قديم جديد هو الصحة أو العافية. أقول بدل شخصنة المؤسسة تمأسس من عملنا الشخص، وأيضاً بحسب تعبير الكاتب الفرنسي الشهير أنطوان دو سانت إكزوبيري، إنه لأمر خطير أن يتم التعامل مع الشخص أو الإنسان المواطن بنفس الطريقة التي نتعامل فيها مع الأشياء، والكمبيالة المستحقة على ما في المثل لا تنظر إلى المدين على أنه إنسان قطع عنه الرجاء بسبب سوء أحوال عمله أو مرض فرد من أفراد عائلته أو ظروف قاهرة حالت دون تسديده المبالغ، إنها لا تلتفت لا يمنة ولا يسرى إلا إلى رقمين، إلى شيئين لا يحسان ولا ينظران ولا سبيلهما التعاطف مع الإنسان. هذان الشيئان هما قيمة الكمبيالة وتاريخ التسديد. هل يمكن أن يتحول لبنان إلى كمبيالة وتاريخ تسديد ونترك بنيه يلهثون تحت وطأتهما؟ لا أيها السادة، إن اللبنانيين الذين هم خارج هذا البرلمان ليسوا كمية يجرى عليها الوزن والقياس كما في عالم الفيزياء، ولا نوعية يجرى عليها الوزن والقياس كما في عالم الميتافيزياء. فاللبنانيون ليسوا تجمعاً متراكماً من أشياء، أهلنا جماعة تجتمع ولا تتجمع، تشارك، توافق، تحب، تفرح، تتألم، تعي، تؤيد وتعارض وترفض. على ضوء هذه المفاهيم، كيف تريدونني أن أحدثكم حديث الموازنة في بلد اختل توازنه وأصبح بحاجة إلى من يزن أموره في ميزان الحق والحقوق واستحقاق الحياة بين الأمم والشعوب؟ كيف يتسع صدركم وصدر الوطن لحفنة ملاحظات وقد أسأل ما نفعها والقانون في لبنان يتفجع كالثكلة
والدستور منهك من فرط الاغتصاب، وحكامه يتغطرسون على الضعفاء ويمشون على جباههم إلى الأقوياء. قبل الدخول وإياكم في تفنيد بنود الموازنة، لا بد من الوقوف معا أمام أسئلة ومفاهيم معاصرة تجاه بناء الوطن وبناء الإنسان المواطن، وبدونها لا غد للبنان ولا للبنانيين. كيف لدولة أن تكون هي الدولة وتكون مفرغة من قانون؟ وحتىما يتلازم نشوء الدول وبقاؤها واستمرارها مع نشوء القانون ونفاذه واحترامه والعمل بمقتضاه، ثم بعد ذلك مع نمائه وتطويره. أليس مستحيلاً في المجتمعات والأوطان وعلوم الاجتماع والقانون والدستور أن تكون الدولة دولة والقانون فيها مهمش أو موضوع على الرف أو محروق أو مقطع اليدين والرجلين أو أعور أو كفيف أو مصلوب أو موضوع في قبر أو بائد، كما يركز ابن خلدون، كما يركز مونتسكيو وديدرو ودالامبير وفولتير، ونرى ذلك في كل علم اجتماع. القانون درجة في الحرية والكرامة والحق الإنساني، إنه الضامن الأول لهذه الحرية والكرامة والحق. ومن دون هذا الضامن يقع البشر في ظروف العنف والمقاومة والتحديات، فهو إذن أساس في السلام والرحمانية. إذ من دون هذا الضامن لا استقرار، لا سلام ولا وئام، بل تنازع وإلغاء وإفناء. جلسات مجلس الوزراء الأخيرة ألم تكن كلها تنازع في تنازع، وإلغاء في إلغاء، وإفناء للشعب؟ إذا اعتبرنا أنه يستحيل على إنسان ما أن يبقى مهمشاً أو مقهوراً أو مستعبداً، تداس كرامته كل يوم ولا يستشعر في ذلك ألماً، فإن اعتبارنا هذا سرعان ما يصب في خانة الثورة والتمرد والفداء والأضحيات. فلنقل وبصوت جهوري العنوان العظيم الذي يبلسم كل جراحاتنا، وهذا العنوان هو القانون. طبقوا القانون فتستقيم المعادلة وينهض لبنان. وبما أن قانون الموازنة يجيز الجباية والإنفاق لمدة سنة وفقاً لما ورد فيه، وقد جاء في المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية أن الموازنة سق تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق. وبما أنه لا يجوز للدولة الجباية إلا بسق تشريعي يتجدد سنوياً، وهو بالتحديد الموازنة. وبما أن قانون الموازنة يجيز الجباية لسنة واحدة وفقاً لقانون الموازنة، وتجدد الإجازة السنوية بالجباية في مطلع كل سنة في قانون الموازنة الجديدة، وبما أنه في الأنظمة الديمقراطية لا شرعية للضريبة إلا إذا كانت قد أقرت جبايتها بحرية من قبل الأمة، ويعود لمجلس النواب أن يعبر عن هذه الموافقة التي لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة، والتي يجب تجديدها دورياً، وينبغي أن تجيز قوانين الموازنة السنوية لكل سنة تحصيل واردات الدولة. وبما أن المادة 86 من الدستور وتأكيداً على هذه القاعدة نصت على أنه في العقد الاستثنائي المخصص لإقرار الموازنة
تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق، وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة، وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية. فلولا هذا الإذن الاستثنائي لما أجيز للدولة القيام بالجباية خلال شهر واحد. وبما أن القاعدة الاثنتي عشرية وردت في المادة 86 من الدستور وفي المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية التي جاء فيها ما يلي: توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة، ما يعني أن القاعدة هذه صالحة لشهر واحد فقط، وهي مرتبطة بالدعوى لعقد استثنائي من أجل إقرار الموازنة، أي حتى آخر شهر كانون الثاني. وبما أنه لا يجوز فرض ضرائب ظرفياً إنما في إطار موازنة سنوية تشكل برنامجاً إصلاحياً وإنمائياً واقتصادياً واجتماعياً، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق متطلبات الخطة الموضوعة، في مخالفة الموازنة أحكام المادتين 83 و87 من الدستور. بما أن الدستور نص في المادة 87 منه على أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة، وبما أن الدستور ربط مبدأ سنوية الموازنة بمبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخلها عن السنة القادمة، وبما أن مبدأ الشمول يقضي بأن تكون النفقات مفصولة عن الواردات، وقد نصت المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة. ونصت المادة 57 من القانون نفسه على عدم جواز عقد نفقة إلا إذا توافر لها اعتماد في الموازنة، وما قلناه أكده المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 22/9/2017 إذ قضى بما حرفيته. لذلك وبعد المداولة يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات، وعلى أن عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكاً فاضحاً للدستور. والحديث عن اقتراح لإعطاء الحكومة مهلة إضافية لا تتعدى 6 أشهر هو قول مخالف للقضية المحكمة المكرسة بقرار المجلس الدستوري، وطالما لا وجود لقطع الحساب كل مناقشة باطلة ومخالفة للدستور. إلا أن مجلس شورى الدولة الفرنسي يتقيد بالقضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري عندما يكون عليه أن يطبق نص القانون بنفسه الذي نظر فيه المجلس فقط. إلا أن مجلس شورى الدولة اللبناني قد ذهب في قرار حديث لا سابق له أبعد من ذلك،
القرار رقم 71 تاريخ 25/10/2001، فاعتبر أن إبطال المجلس لنص تشريعي أو لقاعدة قانونية يخرج هذا النص أو القاعدة القانونية من الانتظام القانوني للدولة (l'ordonnancement juridique) بصورة نهائية، أي من مجموعة القواعد القانونية التي يشكل منها هذا الانتظام القانوني، بحيث لا يستطيع القضاء أن يطبق فيما بعد هذا النص أو تلك القاعدة، وكذلك كل نص أو قاعدة مشابهة. إنه اجتهاد رائد لمجلس شورى الدولة يحس على ضرورة التكامل بين قرارات المجلس الدستوري وقرارات القضاء الإداري والعدلي. هذا وقوة القرارات المذكورة تطال ليس فقط الفقرة الحكمية، بل وتنسحب لتمتد إلى الأسباب التي شكلت الأساس القانوني لها. وتختصر هذه الفكرة بأن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في فرنسا ولبنان. فهل القانون مطبق في هذه الموازنة؟ هل رُعيت أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ هل رُعيت أحكام المادة 387 من الدستور؟ هل طبقت أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب؟ رغم عدم وجود قطع الحساب، جاءت الحكومة بفرسان الموازنة الذين لا قيمة لهم كما سنبين. المادة 7، تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية. هذا قانون سنوي، يسقط القانون بنهاية السنة، أي شهر كانون الثاني. المادة 14، قوانين البرنامج مخالف لمبدأ سنوية الموازنة. المادة 15، تعديل مادة 401 من قانون السير المخالف لمبدأ سنوية الموازنة، ويطبق بصورة رجعية ابتداء من 1/1/2019. المادة 16 و17 مخالف لمبدأ سنوية الموازنة. المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27، هذه المواد هي من فرسان الموازنة. والمواد 28 و29 و30 و31 و36 و44 و45 و46 و47. ونصل إلى المادة 49 من قانون الموازنة التي تفرض على مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين ضريبة دخل. هذه المادة باطلة بطلاناً مطلقاً، وتصطدم بأحكام الدستور والمادة 48 من الدستور التي تنص على ما حرفيته: التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجلس تحدد بقانون. إذن من يحدد هو المجلس، ولا علاقة أو صلاحية للحكومة أو لجنة المال بقانون، ولا علاقة للسلطة التنفيذية. وهذه المادة هي اعتداء على مبدأ فصل السلطات، مما يقتضي شطب هذه المادة بكاملها. مادة 50 51 55 60 56 60 مخالفة لمبدأ السنوية. المادة 62، إنها مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين، وغير دستوري، ومخالف لأحكام قانون الموجبات والعقود، ومخالف لأحكام قطع مرور الزمن، لأنه بعد أن يمر الزمن وفقاً لأحكام القانون النافذ لا يعود من الجائز الحديث عن قطع أو وقف مرور الزمن. ثم القول بأنه تحدد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء هو تنازل عن صلاحية المجلس، وهذا نص مفخخ مخالف لأبسط القواعد القانونية والدستورية، ويقتضي شطب هذه المادة برمتها. مادة 68،
تشجع على الجريمة عندما يعفى جميع المحكومين الذين أمضوا عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية. مادة 71 الواردة تحت عنوان مواد متفرقة. زميلنا الكريم، أنا بشوف إنه إذا لفئته طبعا عطينا إياه للمحضر، ولأنه الوقت خلص. راح أختصر دولتك. يلا. وتختصر خلص وقت. المادة 71 الواردة تحت عنوان مواد متفرقة، التي تنص على أنه يحدد سقف مجموع المبالغ الشهرية التي تدفع للقضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات، فالقضاة لا يقدمون خدمات بل استشارات، وبالتالي يقتضي شطب كلمة خدمات. ونصل إلى المادة 73 75 76 من فرسان الموازنة. خلص نعرف الأمر. أوكي. ونصل إلى المادة 81 من قانون الموازنة التي تنص على فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية. إن هذه المادة تتناول المس بحقوق دستورية أساسية، فمعاش التقاعد حق دستوري، الطبابة حق دستوري أساسي، الاستشفاء. كل المواد حلال عنا. راح نختصر دولتك. هكذا يثبت أن فرسان الموازنة انتحر قبل أن يصل إلى المجلس الموقر، ويقتضي دفنهم بدون ضجة لأنهم لا يستحقون. ليس المهم أن نتغنى بالقانون ودولة القانون، بل المهم أن يطبق القانون ولو مرة واحدة في قطاع واحد لإنجاز ملف واحد. لكن ماذا وجدنا؟ مناكفات ومهاترات وملفات مفتوحة على مصراعيها باسم القانون، لكن لا إكفال لأي منها. وما أطيب العزف على القانون وسهرات الطرب السياسي، وفي هذا العابق بكل شيء. أقول لا لهذه الموازنة إذا لم يتم القضاء على فرسانها، وقدمتم قطع حساب صادق مبني على الرقم الصادق والحقيقة الصارخة. شكرا. شكرا دولتك.